بعض الأخبار بتقروا عنها، وخلينا نقرأ معاكم الخبر. كل يوم والتاني نسمع إن الداخلية نجحت في ضبط شخص علشان بيمارس نشاط في غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة الافتراضية، اللي هي موجودة على الإنترنت. وبنسمع إنه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بيرصد للناس وبيبدأ في ضبط تقريبا كل اللي بيحصل كل يوم. طيب بيتم القبض على الناس اللي بتشتغل في هذه العملات الرقمية، وطبعا تحديدا نديكوا مثال زي البيتكوين، وده اللي بيحصل بالظبط. ده خلينا نبقى متفقين ان هو بيضر بالاقتصاد بشكل كبير. طيب هل ناس بقى بتسأل من الجانب الديني، هل ان انا اتاجر فيها او اشتغل فيها ده حرام ولا حلال؟ اسئله كتيره الحقيقه الناس بتتكلم فيها. انا حبيت ان احنا نجاوب عنها مع دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي. دكتور محمد مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. دكتور محمد، الناس يعني برضو يعني مش فاهمه قوي مساله البيتكوين وفكره انه يقول لك طب ما انا بتاجر اهو موجود وبتاجر بشكل على الانترنت او على طبعا بالساحه الافتراضيه، فبرضو اطلعنا هل ده بيضر بالاقتصاد؟ اقول لحضرتك ان في فرق ما بين العملات المشفره والعملات الرسميه. قلت كده لازم يتوضح للناس انه العملات المشفره دي بتكون منصات على مواقع الانترنت بيكون ليها صيغه رقميه او صيغه بنقول عليها كريبتو كرنسيز، كشغل افتراضي بيتم المتاجره بيه، بيتم التنقيب عن هذه العملات عن طريق فك شفرات معينه بيتم التداول من خلالها في تجاره غير صادره. يمكن هي دي نقطه الخلاف اللي الناس بتتكلم عنها في مشروعيتها اذا كانت حلال ولا حرام، لان هو ما عندوش اصول ان هو يتاجر بيها. رقم اثنين ان العملات المشفره عاده بتكون في خصوصيه او في سريه خارج الحسابات بتاعه الدول، يعني الدول ما بتعرفش عنها حاجه، وبالتالي ما بيبقاش لها تقنين او ما بيبقاش لها اطار قانوني ينظمها، وبالتالي المخاطره فيها بتكون عاليه جدا، ممكن تؤدي طبعا الى خسائر لا حصر لها زي ما حصل مع عمله البيتكوين لما وصلت لي ارقام خياليه وبعد كده تهاوت الى ارقام متدنيه جدا، وبالتالي كانت هناك خساره اقرب للسرقات بالنسبه للمتاجرين على هذه العملات. الحقيقه احنا عندنا تشريع في مصر واخد رقم 194 لسنه 2020 ان البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي او الجهاز المصرفي حظر التعامل باي شكل من الاشكال مع العملات المشفره او الاتجار فيها او حتى الترويج ليها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها او تنفيذ اي انشطه متعلقه بها. ويمكن القانون هنا فارض عقوبات بفصل الحبس والغرامه فيما لا يقل عن 1,000,000 جنيه ولا تتجاوز 10,000,000 جنيه او احدى هاتين العقوبتين. فبالتالي هو نشاط محظور من كثير من البنوك المركزيه حول العالم الى هذه اللحظه. تمام، يعني ولكن اتفضل أيوة مع حضرتك. ولكن الخلط اللي احنا لازم نفك الاشتباك عنه انه في عملات رقميه بصدد انه البنوك المركزيه مع منظومه التحول الرقمي اللي بتطبق في الدول مع التحديات اللي الاقتصاديات العالميه قابلتها زي جائحه كورونا فرضت علينا ان احنا نتعامل بما يسمى بالنقد الرقمي او بمحاكاه العمله البنك نوت، ان هو يكون في وحده رقميه منها بحيث ان هي تسهل عمليه التداول. تمام. ده امر ممكن يكون مشروع خلال الفتره القادمه، وبيتم حتى على مستوى مصر دراسته من قبل البنك المركزي المصري في الوقت الحالي. ولكن سؤال حضرتك عن العملات المشفره، لا ده طبعا في مرسوم قانوني بيحظر التعامل في مثل هذه العملات نظرا طبعا للمخاطره الكبيره جدا اللي ممكن تحصل وعمليات النصب والاحتيال والمخاطر التكنولوجيه اللي ممكن تحصل جراء مثل هذه المعاملات. أكيد، وكده يعني حضرتك وضحت تماما بأنه أي شيء بيكون فيه ضرر أو فيه أو غير يعني محظور ومحظور من البنك المركزي المصري يبقى إذن هو فيه ضرر، وأعتقد أن هو نشاط مش مفروض أن الناس حتى تقوم به لأنه فيه كمان قانون بيجرمه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.